سلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات لتوقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشعارات البث المباشر اللي بنعمله للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم، فمرحبا بكم معنا. قبل ما نبدأ الفيديو نعتذر عن أصوات الجيران، ف بحكم العملية الجراحية اللي عملتها مؤخرا، ف يعني ما اقدرش اسهر بالليل عشان استناهم يتوقفوا ويناموا عشان اسجل فيديو، فانا بسجله دلوقتي في النهار واعتذر عن الاصوات اذا سمعتم اصوات الجيران كده. اوكي، فيديو النهاردة هيكون كيف يراك الناس. هيكون الاختيار حسب اول حرف من اسمكم، مجموعة اولى من الاحرف دي، او اختيار الحجر الاصفر ده، او حسب اللون اللي بتشاهدوه على الفيديو. هنحطه هنا على مرأة الجميع. المجموعة الثانية الحجر الوردي ده، او اول حرف من اسمكم من الاحرف الموجودة في الشاشة. اوكي، اول حاجة هنعملها هنشوف ايه الطاقة العامة بتاعتكم حاليا، كيف انتم عايشين حياتكم، او ازاي بتتعاملوا مع الناس، او الناس بيتعاملوا معاكم ازاي. هنشوف مع الطاقة الحالية بتاعتكم. انتم غالبا دلوقتي بتمروا مرحلة يعني على واجهتين، مرحلة فكرية مشتتين الأفكار، ومرحلة يعني في الأرض الواقع مشاكل عديدة مش لاقيين لها حل، حيرانين في حاجات كتيرة في حياتكم تراود أذهانكم وتراود حياتكم يوميا. غالبا يعني بتفكروا ايه سبب كل اللي بيحصل لكم ده، ودايما عندكم رهبة من رؤية الناس ليكم انتو. اوكي، طاقتكم اهو، عاوزين مساعدة خارجية على انه في يكون في انسان يساعدكم على انكم تخرجوا من الحالة المزرية اللي انتم فيها دلوقتي. يعني انتم بالمشاكل دي اللي عايشينها مؤخرا مش قادرين تخرجوا منها لوحدكم، محتاجين حد يخرجكم منها او يساعدكم على انكم تخرجوا منها. اوكي، غالبا البعض منكم بيمروا بمرحلة طلاق، او في مشاكل معلقة في المحكمة، يا اما بتخص حقوق ارث او حقوق طلاق. غالبا فيه البعض منكم كذلك اللي تتساءل او يتساءل ليه الجوازة بتاعته غير مستقرة، او ليه ما ارتبطش لحد دلوقتي ومريته دايما بعلاقات فاسدة يعني علاقات مش كويسة. عاوزين زي ما لو كنتم حاسين نفسكم انكم عايشين لكن موتى في نفس الوقت، فعاوزين ربنا يديلكم طاقة جديدة تخليكم تخرجوا من الحالة اللي انتم فيها دلوقتي، حالة التعب، حالة القلق، حالة الحيرة، حالة العدم الرضا بالحاجات اللي انتم عايشينها حاليا. اوكي، دي كطاقة عامة ليكم يا أصحاب المجموعة الأولى. هنبدأ نسأل الأسئلة المعتادة، بعتذر عن الأصوات. هنشوف كيف يراكم الناس، هل يراكم بصورة كويسة، انطباعاتهم عليكم كيف يراكم الناس. غالبا الناس شايفينكم يعني مهما بيمر الوقت مفيش تغيير، مفيش تقدم، مفيش اي حاجة، شايفين الحالة اللي انتم عايشينها. غالبا تبدون دايما ما تعيشونها، يعني ما تخبوش اللي بتعيشوه بيبان على وشكم. انتم فقراء بيبان على لباسكم، عندكم فلوس بتظهر على وشكم، ما عندكمش فلوس تظهر على وشكم، بس شايفين انه رغم الحالة اللي انتم فيها دي فانتم مش عاوزين تطوروا من نفسكم، انكم راجعين في التفكير، راجعين في طريقة التعامل، انكم شايفين نفسكم احسن من الغير. يعني طريقة يعني نظرة شوية، ليه؟ لانكم يعني مبهمين بالنسبة لهم، انتم ناس منطويين على نفسكم، لانكم
ما تتكلموش معاهم، ما تدولهمش رأيكم، ما تدولهمش، ما يعرفوكمش أصلا، حتى ولو يتلاقى معاكم حتى في الشارع بيشوفكم يعني بيديلكم بيديلوا الانطباع ده على انكم ناس منطويين، ناس جايين من كوكب اخر. يعني عندكم شخصيتكم غريبة، طريقة لبسكم غريبة، طريقة تفكيركم غريبة، تحركاتكم غريبة، حتى المحيط بتاعكم بيشوفكم انكم ناس بخلاء، ناس بخلاء وناس ما بتساعدش، وناس يعني شايفة نفسها انها مكتفية بذاتها كده، شايفينكم هم. طب انتم شايفين نفسكم ازاي؟ انتم شايفين نفسكم عكس ما يراه الناس فيكم. انتم شايفين نفسكم ناس معطاءة جميلة، ناس بتحب الحياة، ناس بتحب المساعدة، ناس بتحب يعني تخرج صداقات كتيرة، ناس ملهاش في الأسحار والحاجات دي، ناس عندها طيبة وعايشة في عالم زي ما نقول احنا عالم الحريات، عالم الطيبة والحنية، ومفيش خداع، مفيش كذب، مفيش كذا ومفيش كذا. يعني انتم مدين لنفسكم نظرة مثالية لنفسكم. اوكي، طب ازاي انتم حقيقة في ارض الواقع؟ لا، زي ما انتم شايفين نفسكم انتم حقيقة في ارض الواقع ناس طيبين، ناس عندكم جمال يسلب النظر، ما فيش مكان ما تروحولوش، وما فيش يعني والناس ما بتبصلكمش، بالعكس تدخلوا لأي دكان يكون فارغ أو محل يكون فارغ بيدخلوا الناس وراكم، دايما بتساعدوا بأقل حاجة عندكم، حتى ولو كان عندكم الكتير بتساعدوا بيه، المهم عندكم المساعدة، عندكم جمال رباني ادهلكم، أناقة فريدة من نوعها، لا تشترى بالفلوس، دي حقيقتكم أنتم. أوكي، طب إيه الحاجة اللي لازم تغيروها في نفسكم عشان الناس يشوفوكم على حقيقتكم؟ عفوا، الحاجة اللي لازم تغيروها في نفسكم أنكم تتوقفون من أنكم تظهروا دايماً اللي بتحسوه أو اللي تعيشوه. فمثلا لما يكون عندكم مشاكل ما تظهروش للناس، ما تقعدوش مكشرين وشكم كده دايما، لا، سيبوا الابتسامة الطبيعية بتاعتكم تبهج وشكم، حاولوا تجيبوا الطاقة الإيجابية ليكم وابتعدوا عن الطاقة السلبية دي والبكاء على الأطلال، ودايما تكونوا عاوزين تظهروا للناس إنكم مظلومين وإنكم كذا وإنكم قدها وقدود، يعني دايما أي كلمة بتتقال أنتم واقفين كده، يعني أنا كده، أنا مظلوم، أنا مظلومة، أنا قدها وقدود، أنا ما كذا وأنا كذا، الأنا ده أعوذ بالله من كلمة أنا. فالحاجة اللي لازم تغيروها هي دي، عندكم مشاكل ما تظهروهاش، تقدروا تساعدوا ساعدوا بدون كلام، حاولوا أنكم لما تكونوا في الشارع مثلا أو مع المحيط بتاعكم رسموا على وشكم ابتسامة حتى ولو كان قلبكم مجروح. دي هي نصيحة الكروت ليكم عشان يقدروا الناس يشوفوكم على طبيعتكم وعلى حقيقة شخصيتكم إن شاء الله. نمر دلوقتي لأصحاب المجموعة الثانية. أعتذر من صوت الجيران. المجموعة الثانية، الناس اللي اختارت الحجر الوردي ده أو أول حرف من اسمكم من الأحرف الموجودة في الشاشة. أوكي، يلا. الطاقة العامة بتاعتكم عاملين ازاي دلوقتي؟ بتمروا بإيه دلوقتي؟ يلا، أعتذر والله العظيم أعتذر، حتى أنا بيشوش لي عقلي في القراءة. المهم نكمل، دي عربية مش عاوزة طفل بيبكي، واضح إنه بيبكي كده بس. طاقتكم الحالية غالبا يعني معظمكم 80% اتأكد
متأكد إنه عنده سحر منعه على إنه يعيش حياته. عندكم نقص في المادة، تشويه الجمال للبعض منكم، حال متوقف. إيه ده؟ حالكم متوقف، ديون، ومش قادرين تتحركوا من مكانكم. حاولوا البعض منكم، لأن عندكم أسحار هنا، سحر وقف الحال، سحر تشويه الجمال، سحر عدم الجواز. يعني شوفوا ربط عن الجواز. ايه ده؟ حتى سحر التفريق ما بين الأزواج. لا حول ولا قوة إلا بالله. طاقتكم، اعتذر أصحاب المجموعة التانية، لكن حسب الكروت بتاعكم يعني ان شاء الله هيكون في حل للخروج من الحاله اللي انتم فيها. بتمروا مرحله صعبه جدا نفسيا بدنيا وفكريا، بتقاسوا الويلات. غالبا البعض منكم بينتظر حاجه، يا اما فلوس، يا اما رجوع حد، يا اما عمليه نزع سحر. بتعانوا من صداع في الراس، الام في المفاصل، حساسيه في الايد، دوخان، يعني رأسكم بيدور كده، ضعف في النظر، وآلام في إصبع القدم. شوفوا ازاي كنتم وشوفوا ازاي أصبحتم بسبب الأسحار دول اللي معمول لكم للأسف. أوكي، دي طاقة العامة بتاعتكم انتوا أصحاب المجموعة الثانية. نشوف دلوقتي ازاي شايفينكم الناس. كيف يراكم الناس؟ زي ما يروني أنا الناس. أنتم الناس اللي يعني شايفينكم أنكم ناس مندفعين في قراراتكم، كلامكم جارح، بتتعصبوا بسرعة. الناس ما تسيبوش حاجة تأذيكم وتقعدوا كده ساكتين، بتجيبوا حقكم بإيدكم، بس في نفس الوقت لما يحتاج لكم حد تقفوا معاه. يعني قلبكم أبيض، بس الحاجة اللي ما بيحبوهاش فيكم الناس الاندفاع ده في الكلام الجارح. بعض الأحيان ردة فعلكم تكون جارحة. شايفينكم ناس عندكم أناقة، لكن أناقة رياضية مش أناقة كلاسيك. عندكم أناقة رياضية، ربما بشكين أني أو أنتم بحد ذاتكم يعني تعملوا رياضة، بتسافروا وتتنقلوا كتير. فالناس هنا شايفينكم ناس مندفعين لأقصى درجة، سواء في الكلام أو في ردة الفعل. أوكي، طب أنتم إزاي شايفين نفسكم؟ أنتم ناس شايفين نفسكم ناس عقلاء، حكماء، ناس بتفكروا كويس، ناس رغم صغر سنكم ربما، لكن عندكم تفكير إنسان ناضج. ربما تعلمتم خبرة من الحياة، من الأزمات اللي مريتوا فيها، أنضجتكم أكتر فأكتر، وأنتم عندكم ثقة كبيرة في نفسكم في التعليم ده، أو في الخبرة دي اللي أدتها لكم السنين والحياة عبر مطبات مريتوا بيها في الحياة. أوكي، طب ازاي انتم حقيقة على ارض الواقع؟ نفس الحاجة زي ما قلت لكم، ما حصل لكم في الماضي ان انضجكم اكتر. ربما البعض منكم صغير في السن، لما اقول صغير في السن مش عيل، يعني من 18 سنة لفوق، يعني لغاية 45 سنة، 36 سنة. لكن لما الواحد يقعد معاكم ويتحاور معاكم يحس نفسه مع إنسان ناضج اللي أكبر من سنه، علمته الحياة طريقة سلسة لفهم الناس، لفهم الكون، ولفهم الأحداث اللي بتحصل في حياة كل إنسان. رغم الاندفاع اللي شايفينكم فيه الناس، لكن أنتم الاندفاع ده بالعكس، كنتم بتندفعوه سابقا، لكن دلوقتي لأ، أصبح عندكم هدوء وتركيز ورزينة، يعني عندكم حكمة في تسيير أموركم وتسيير حياتكم. أوكي،
طب ما هي الحاجة اللي لازم تغيروها عشان الناس تشوفكم على حقيقتكم؟ المشاعر زي ما قلت لكم هنا، حاولوا انكم يعني اعتذر عن صوت الجيران. هنا لازم تعرفوا انه الناس دول شايفينكم انكم ناس مندفعين، مندفعين يعني عندكم ردة فعل مش كويسة، فهذا يتطلب يعني انكم تحاولوا انكم تسيروا المشاعر بتاعكم حسب المقياس بتاعها. ربما لما تدخلوا في نزاع، نكمل. الناس هنا يعني زي ما قلت لكم شايفينكم ان عندكم اندفاع في المشاعر بتاعكم كتير جدا، مش عارفة الكلمة الصحيحة، انكم تؤولون المشاعر بتاعكم قبل الفكر بتاعكم. فهنا حاولوا تظبطوا نفسكم في طريقة ردة فعل، او حتى لما تكونوا تشرحوا حاجة اشرحوها بطريقة متواضعة، لانكم غالبا لما بتشرحوا حاجة او تدوا رأيكم تشعروا الناس انكم احسن منهم، فعشان كده هو الناس شايفينكم كده. فحاولوا تغيروا طريقة شرحكم للحاجات، طريقة ردة فعلكم أو الإجابة على الناس كده لما تكونوا محطوطين في مداولة أو في حوار ما بين ناس وإنتوا. حتى يعني في الشارع لما تكونوا بتمروا في الشارع عندكم ملامح وشكم بتراهب الواحد، يعني تدي رهبة. ربما عندكم جسم رياضي أو ربنا ادالكم يعني هالة توهموا الناس إنكم عندكم قوة وعندكم ما عندكمش يعني الرجوع من الوراء أو التسامح، أو زي ما نقول إحنا تسيبوا الحاجة تمر كده تعدي وخلاص. لأ، أرجو إنه القراءة دي نفعتكم. هنشوف الأبراج، نسينا مع المجموعة الأولى ما حطيناش الأبراج. الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، برج الميزان، برج العقرب، وبرج الجدي. 80% برج القوس، برج الدلو، وبرج الحوت. 60% برج الثور، برج الأسد، وبرج الحمل. أما الأبراج المتبقية سرطان، جوزاء، وعذراء. 50%. هنشوف الأبراج للمجموعة الأولى، اني نسينا ما حطينا لهمش الأبراج. الأبراج التي تنطبق عليها طاقة المجموعة الأولى برج الميزان، برج العقرب، وبرج الكادي. 80% برج الحمل، برج العذراء، وبرج الجوزاء. 60% برج الأسد، برج السرطان، وبرج القوس. أما 50% برج الثور، برج الحوت، وبرج الدلو. إلى هنا وصلنا نهاية هذا الفيديو. أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.